مرحبا أعزائي المشاهدين، معنا الرئيس أبو طارق بده يخبرنا عن هواية صيد السمك. أحلى هواية هي هواية الصيد، بتعلمك الصبر. بدل تاخذ أكلتك على الباب إذا كان بتطلع بالصيد، بس نحن هالأيام نحن خربنا البحر. صرنا فيه نزلت فيه زبالة ونزلت فيه الوسخ، وبدلت كمان الشباك اللي بيصيدوا فيهم الصيادة الله يسامحهم، كلها شباك صغيرة عم بتطلع البذرة، ملايين ملايين من البذرة. هيدي غطة، هيدي غطة، هيدي أحلى سمكة، بس هيدي صغيرة. شو بنعمل؟ هيدي اللي طلعت. المهم بحط لها شباك صغيرة رقم ثلاثة يلي بتطلع البذرة هيدي. طلع البذرة ما بتساك، بيرفضوها، بيجي على الشاطئ بينفض الشباك تبعه كله، بيرجعوا للبحر كله كب. بغير بلاد حاطين نصرة بالمركب، يحط السمكة على النصرة، على القياس خليها مع القياس ترجع على البحر. صحيح. عندنا لاكا قطة صغيرة خدناها معنا. لأنه ما في غيرها، لو في غيرها أكبر منك انخدتها يا عم. أكبر من هي الحقيقة. الله يرزق الجميع. حط لهم شنطة عليك. الله يرزق الجميع.